لا انا بطلع اقول لهم بس كفايه كده عشان صحتي واطلع. يعرفوا يردوا بطريقه بروفيشنال لانه they are not. ده تهريج بقى. ده تهريج بقى, انا مش مكمل. ده انت يا ماما. الدنيا ابيسود 8 اول مره, حلقه جديده, اسبوع جديد, ضيف جديد, واخيرا وبعد غيبه طويله علينا مايكل رجع لنا الحمد لله بالسلامه. الله يخليك. احنا كنا بقالنا اسبوعين اهوت يا ابني, كل شويه مايكل مش موجود بيمتحن, مايكل مش موجود بيمتحن, انت ما بتبطلش امتحانات يا ابني ولا الدنيا جايه عليا معلش هتعيط. بس فاحنا هنا في بودكاست ايه الدنيا معاكم ريمون جورج ومايكل شهاب. احنا الحلقه كام دلوقتي كده؟ 8. بحبش رقم 8. تحبش رقم 8؟ مش بتفائل بيه. ليه؟ ممكن اجي لكم الحلقه الجايه. ليه كانوا بيقولوا رقم 7 رقم ايه؟ بحب رقم 9 برضه, مش ولا 9 تقريبا. انا بحب الايفن نمبرز, بحسهم طيبين. هو 8 ايفن بس مش بحبه, شكله رخم. كفي نكته على موضوع ثاني بس خلاص عشان نقولها دلوقتي. بس احنا دلوقتي انت خلاص يعني دخلتي معنا في الحوار على طول, يعني ما لحقناش نانتروديوس يو ولا حاجه. الاستاذه ماريا انت بتشتغلي ايه؟ انا ماريا بيهيفير ثيرابيست, ودلوقتي ام جيتينج ماي ماسترز ان بروفيشنال كلينيكال كونسلنج. يا حول الله. يا حول الله. عايز الموضوع من اوله, عايز البدايه. نبدا ماشي, نبدا من الاول. واضح ان في قصه طويله ورا الاسم ده. قلت لك هدخل على طول هكذا. ايه behavior ايه؟ behavior therapist. في من ال one of the mental health fields is ABA therapy, applied behavior analysis. دي ناس متعلمة. مصروف عليا. لا دي بنشتغل مع يعني أطفال أو adults, بس هي mainly for children who are like are people under 18 who are on the autism spectrum. بيكونوا عندهم under development of one or more lesions of the brain. بنعمل معاهم therapy علشان نحسن من ال, يعني نطور development بتاعتهم, سواء speech أو behavior أو social, their social skills أو كده يعني. فده شغلي حاليا. انا رسيت الموضوع yeah. كبير يا عم, واحنا عيال تافهه اساسا. هبسطها لكم. سو مثلا ممكن يكون في حد كبير عنده ديفلوبمنت متاخر. يس. داز ات هاف تو بي حاجه لايك يعني فيربال ولا جست منتال؟ لا اكشلي في ناس بيكونوا الكلام بتاعهم حلو جدا, بيكونوا يعني بيتكلموا حلو بس عندهم under يعني الunder development area بتاعتهم في social skills مثلا. مثلا emotional expressions الحاجات دي. Emotional expression, making friends, just being socially active in general. أو كمان في ناس ممكن يكون عندهم functional skills بتاعتهم مش كويسة, يكونوا مش بيقدروا يعملوا حاجات certain things independently that we can do. يعني ما يقدروش, يعني مثلا في حاجات احنا تعلمناها قوي commonly, يعني لو انا اقوم اغسل وشي اغسل سناني, يلبسوا لوحدهم, الاكل, حاجات زي كده مثلا مش بيقدروا يعملوها. They can't function independently and they can be adults. بس it's not very common that adults get ABA therapy, علشان مش يعني انا معظم الايجنسيز اللي اعرفهم يعني كانوا بيشوفوا people 18 and under. هل is it because of like a stigma مثلا ان الموضوع صعب, ف يعني ان adult يروح يتعلم حاجات يعني foundational زي دي ولا؟ I would assume so. Also يعني aggression is common among people on the spectrum. مش كلهم طبعا, like احنا like we are saying it's a spectrum. فهي فيها ناس تحت خالص, يعني اكنها سلم كده, في ناس في بدايته, في ناس في اخره, في ناس كتير قوي في النص. فاللي هو يعني ممكن حد يكون عنده autism بس اصلا يعني انت تشوفه ما تحسش انه that was gonna be my second question. يعني اللي هو هل في ناس بييجوا تحس ان هما ناس طبيعيين زي اللي بتشوفهم every day؟ اوكي. يعني في ناس يعني مش لازم يكون واضح انهم مجنون بيشد الشعر يعني عشان يبقى خالص. لا مش شرط يكونوا ان هما they prefer isolation او ان هما يكونوا مش بيتكلموا او كده. بالعكس في ناس بتيجي اصلا انا يعني بشوف الكيس بسأل الثيرابيست بتاعتهم هما هنا ليه اصلا. ايوه يعني ال
هم on the spectrum okay we get that بس what area is underdeveloped بس وبنعرف بعدين يعني لما نشوفوا كده الحالة اللي نشتغل معها بنعرف بقى هم عندهم the underdevelopment في any area بالضبط. nice جدا انتوا بجد خدتنا في حتة كنت هاي في مصر كلهم جد قوي ده فده شغلتك كل يوم يعني دي شغلتي شوفي فرق الاسئله يعني ذاك العيشك يعني يعني ده اللي فاهمه فلوس حلوه اللي انت تريها لا فلوس فلوس طب ما لهاش لازمه ما انا علشان كده انا ما كنتش حاسه ان ده الكارير اللي انا حابه اكمل انا الماي ال اندرجراد لا لا ما تضايقك لا لا الباك جراوند بتاعتي اصلا في سايكولوجي I studied psychology for my undergrad and I had a minor of speech language pathology and audiology. يا حول الله. في كمية audiology كتير عاوز. audiology كتير عاوز. خدت psychology. psychology وانت بتقلل degree انا تعبت فيها دول ست فصل بحالهم. يعني science يعني. speech language pathology. لا. درست بيولوجي وانت صغيرة؟ بس كنت بحبه قوي. كنت بحب البيولوجي ما اعرفش ليه بس وانا صغننا ولحد دلوقتي شويه دلوقتي بحب اكتر البيولوجي اوف ذا برين يعني بحب البايو سايكولوجي او النيورو بيولوجي الله برضه يعني انت قلت لي الموضوع ده ما بياكلش عيش يعني طب انت هتعملي ايه ما انا دلوقتي اوكي ما انا بعد لما خلصت ودخلت المجال ده حسيت ان ايوه هي حاجه انا بحبها قوي and it's very rewarding and everything بس at the same time it's kind of exhausting and I just didn't see it emotionally draining and exhausting and I didn't see it as يعني ان خلاص this is my career هو ده بقى اللي انا هكمل فيه على طول so يعني so you decided to shift يعني to something else not quite shift because it was like kind of a stop او يعني one of the stops بعد التخرج على طول وبعدين كانت my plan was to get my master's and after some research I decided that I want to do professional clinical counseling so that's what I'm studying now نعتبر دكتوره نفسيه بكده مش دكتوره ما ينفعش اقول كده دكتوره هنا عشان هي مش دكتوره مش عايزين يتحبس هي ممكن يتسحب مني اللايسنس لو بعدين قلت طب هتبقى ايه طيب بس انا بحاول علشان انا بتكلم مع ناس كتير مصريين بحاول ان انا الاقي الايكويفالنت بتاعها بالعربي بس مش عارفه قوي يعني اخصائيه استشاري نفسي استشاري نفسي وعقلي انا لما يتعبني هي اجي لك هبسطها لك اوكي a counselor a mental health الاول خلينا نقول ان الكونسلنج لايف كوتش يعني في لا الكونسلنج يعني في اكتر من كونسنتريشن في كلينيكال كونسلنج اللي هو ده اللي انا بعمله نيوتريشنست يعني لا مش كان لما اقول انا بقى وحش لا مش اللي هو احنا اللي هو يعني على فكره ده عشان احنا بنهزر معاك على فكره اللي هو ايه الناس قالوا يعني ما اعرفش كذا واحنا بنعملها لك هزار مش هو اكيد انت بتعمل حاجه مهمه الجهل اللي احنا لا هو كمان اصلا المنتال هيلث عامه في مجتمعنا يعني حاجه يعني ليه بالعكس يعني كم مؤخرا من اخر كم سنه بيتاخد ما بيتاخدش يمكن الجيل بتاعنا احنا شويه يمكن ودي مشكله على فكره ان احنا الجيل الاصغر اكتر كمان مننا احنا طبعا عايزين نعمل اول حاجه بس كده سقفه للجماعه اللي واقفين ورا الكاميرا كلهم مامهاتنا كلها موجوده سقفه يا جماعه عندنا جمهور سقفوا معانا يا جماعه الجماهير عشان يعني الناس جماعه يعني تعبين نفسهم جايين يقعدوا معانا يعني مش هنلعب سقفلهم بعدين نرجع نقول ان احنا الجيل الجديد هو بس سقفنا لهم نغلط فيهم بس هل يعني لو جينا للحق يعني هم برضو مظلومين ان الجيل اللي قبلهم برضو يعني ما كانش بيفهم في موضوع السايكولوجي واللي هو التعبير عن نفسك والكلام ده كله فبالتالي هم عملوا much better job than الجيل اللي قبلهم بس طبعا it's a different case in our society today والانفتاح اللي احنا بقينا فيهم بقينا فاهمين من فكرة اكتر واحسن بس ده مش معنى ان هم اثروا معنا لا لا هم مش معنى ان هم اثروا بس هم actually يعني هم ما اثروش في اي حاجة هي فكرة ان الوعي هم عادين كده لا انا اثروا هنقول انا خايفة جدا على لا لا نو بجد بقول الحقيقة هم ما اثروش معنا بس هم يعني اصلا المجتمع عامة المصري مظلوم في ان هو مش عارف ما عندوش وعي إناف عن أهمية الصحة النفسية يعني هم مظلومين أكتر هم جايز أيوة ماشي يكونوا مثلا أكيد لما حد يكون مش عنده وعي عن حاجة من غير ما يقصد ممكن يأذي حد تاني بس لأنه سيمبلي هو مش عارف هو بيمر بإيه أو هو حاسس إيه أو كده ده حاجة ما تسمتش يعني بالنسبة له كده بس
بس لكن لك وهم كمان بيبقوا بيمروا بحاجات ما مش عارفينها يسموها. هو زمان كان اللي هو يتضرب وبس احنا هنهزر مع بعض يعني انت لسه بتشتكي لي وهشتكي لك انت ضربت اسكت على جنب خلاص. الناس عارفه ان انا لما دراعي يوجعني هروح اكشف عليه, لما اقع واتكسر هعمل اشاعه, لكن مش عارفين ان انا لما اعدي بموقف مثلا او حاجه اذتني نفسيا ان انا لازم اشوف حد برضو استشاري نفسي او دكتور نفسي, او ان انا حتى من غير ما اشوف without seeking the like the help of a professional I can still help myself. بس طالما ما فيش وعي, طالما حاجه انا مش عارف عنها فمش هعرف ان انا address it correctly. وطبعا المجتمع اللي بيقول لك انت لازم أن تكون مجنون علشان تروح لدكتور. لا هو المريض النفسي ده المريض المجنون يعني اي حد يعني اي حد ask for mental help ده شخص مجنون. ما هي دي للأسف ده أكبر سبب بيخلي الناس تتردد 100,000 مرة قبل ما تقول إن هو عايز يشوف حد نفسي, لأن هيتوصف إن هو مجنون. زي حاجة بتزعلني قوي قوي يعني أنا لما ما حد أصلا بيسألني مصري أو كده أصلا مش عايز أقول عشان عارفة الرد اللي هيجي بعد كده. شغال مع مستشفى المجانين يعني. هم عايزين يسمعوا حاجة من الاتنين يعني, دكتورة مهندسة لكن إيه علم نفسي دي يعني إيه yeah. يعني إيه. كنت لسه حتى بقول إن حد النهاردة يعني تقريبا الماجوريتي من الناس الجيل القديم او اكشلي حتى في الجيل الجديد مش بيبقى ريلايزنج ان هم عندهم مشاكل ويعني تاخر في الديفلوبمنت, والجزء منهم اللي بيريلايز ما بيروحش يسيك هيلب علشان انا مش هروح اقول اعرف الناس او حتى اعرف الكونسلر اللي قدامي ان انا محتاج, لان سبيشال لو حتى مصري او حد من الكوميونتي تبع ايوه طبيعي يا ابني اصل الشكوى لله الله ما زال اشتكي تقول لي مين ايه يعني ايه اروح ادفع فلوس عشان اروح اشتكي لحد ادفع فلوس عشان حد يسمعني؟ طب يا ابني ما هو مش في ناس اللي يقول لك انا رحت ودفعت ما اعرفش كام $100 عشان يقول لي كل كويس ونام كويس اتاكد ان انا رحت الاول رحت قلت له ماما تقول نفس الكلام بالظبط. What would you say about this؟ لا طبعا ما ينفعش ان اندرستيميت الشغل بتاع المنتال هيلث بروفيشنالز. انت بتزعلش؟ لا هم هي الفكره اوكي, ما هي الفكره ايه ان الناس عندها البيكتشر اللي هي يعني احنا دلوقتي بنصور صح, الناس شايفه التصوير اللي هيتعرض لها, بس في حاجات كتير قوي هم مش شايفينها right؟ تمام. فهي نفس الحكاية, هم ما يعرفوش الكونسلر ده actually احنا عندنا scientific based techniques and theories that we implement في الشغل بتاعنا في يعني scientific based يعني انا يعني مش اي حد يجي يقول اي حاجة فدي له حل ويمشي, هي الموضوع مش كده خالص. الموضوع انه في we see people presenting with mental health illnesses or symptoms of يعني mental issues, وبعدين انت بتشوف انت قدامك كيس بتختار ثيري معينه scientific based theory بتشتغل من خلالها في الدايجنوسيس ان انت هتشخص الكيس اللي قدامك, وبعد كده بتختار scientific based techniques في انك تعالجه yeah. او انك تقلل to reduce the negative symptoms presenting that are like related to their illnesses, او انك بتساعدهم عامه في حاجه aspects in like their life and career development. كنت بقول لكم back to that point انه كنا بنتكلم على ان في different كنت بقول ايه ان الكونسلنج او الكونسلنج ليها different concentrations clinical و school counseling و career counseling. Career and school counseling دول كانوا الفاونديشنال يعني البيسز بتاع الكونسلنج. That's how it started back then. School and career وكان ليها أسباب معينة ليها علاقة بال بالmigration بتاع الناس من بلاد لبلاد وكده في the United States. بعدين بقى في mental health counseling. انا مش فاكره ان كنت بقول الجمله دي ليه دلوقتي بس انا افتكرتها فقلت الموضوع كان عميق قوي احنا هنعيط دلوقتي اول رايت. طب ثانيه انا عندي سؤال, انت بتقولي على المنتال هيلث تكنيكس عشان نعالج بيها الناس, ما في مصر عندنا نفس الحكايه طبعا المحشي انت لو كنت طبعا محشي لو ربنا ورق عنب بقى ما ربنا زي الفل ايوه بس بيجي معاه بعد كده حاجات نيجاتيف. انا اتخنت انا عايز انزل تاني من الهيلث دكتور مشاكل كتير قوي وبعدين نرجع نزعل تاني. الفيديو بتاع الراجل اللي هو الدوف ده اللي هو بيمشي اسود بيعمل get rid of the bad energy وجيب لك طاقه سلبيه اكتر منها نيفر مايند. بس هي اللي هو يعني في
حاجات كده ممكن تعملها تخدير للموضوع زي ما انت بتقول الاكل مع الشيء يعني زي التراب اللي يجي عليك. ايوه طب تاني انا قلتها قبل كده، هو كل اللي عليك تعمله انك ماشي في الدنيا دي اكنس تحت السجاده. هو لا ما هو الكنس تحت السجاده ده غلط، بس في حاجه هتيجي فجاه تلاقي السجاده عليك تتكعبل فيها ساعتها بيحلها حلال. لا هو اللي انت بتقوله فيه جزء حلو، هي دور من ادوار البروفيشنال منتال يعني mental health professionals أو clinical counseling، هو إن هو بيعلم ال client بتاعه how to independently يعني solve أو إن هما يعني how to adapt healthy coping skills in their lives. ممكن الناس تبقى ال healthy coping skill بتاعتها، ولو إني أشك جدا تكون تبقى المحش بس أشك كتير. لا دي ممكن تليد to obesity بعدين، مش دي مشكلة أصلا. في جيم بعد كده نروح بس ساعتها ما تروحش في الآخر يعني بتروح عامل الاشتراك وفي الاخر بروح اتخانق عشان يشيلوا عشان كنت مش بروح. بس والله انا عايز كده على موضوع الجيم ده، انا بدفع بدل بعشوم ما بروحش مش عارف ليه. انا عشان كده كنسلتها، ما انا ما كنسلتش، ما انا على امل ان انا ممكن اللي هو اصحى في يوم انا النهارده قررت ان انا اغير نفسي انا هروح الجيم. لا لا ما فيش، لا ما انا لقيت نفسي ان انا بدفع فلوس وما بروحش والمشكله بقت مشكلتين، فقلت لا خلاص. لما بقى يعني انا اصلا بقنع نفسي ان انا اقوم اتمشى الصبح او كده يعني بره عادي. لا ده حاجات الناس فاضية، الناس فاضية بتعمل الحاجات دي صح؟ ما احنا ناس مشغولة. شكرا. الناس طبعا ليه 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 اصحى الساعة 5 الصبح اقعد امشي بال لا 5 الصبح لا انا مش فطران كوكايين عشان اصحى الساعة 5 الصبح اتمشى. لا لا يعني بالليل مثلا كده الساعة 10 بالليل كده بتاع. في حد في الدنيا يتمشى الساعة 10 بالليل؟ تمشي تعمل الساعة 10 بالليل؟ انا بمشي كلبي على فكرة اوقات عشان عشان ما يجريش كتاب. لا في ناس تانية بتمشي معي، ماما بتمشي اكتر مني. Next question that we usually ask. استنى بس، انت عملت كده خلاص، خلصت كليتك وشغالة وايه تاني في الدنيا بتعملي؟ وخلصت الاندرجراد ودلوقتي بدرس الماسترز سكول ماسترز وبشتغل وبس. يعني بتعمل ماسترز وبشتغلي؟ أو بس مش بشتغل كتير، هم 3 ايام علشان صحتي على قد الصحه دول. انا هنيت عند نفسنا ليه؟ يعني هتعب نفسي نفسيا وعالج نفسي شكلها بايخ. انا بص ده عشان انا عندي ادراك باهميه المنتال هيلث. انا هموت اسال السؤال دوت، هم الجماعه اللي هم بيعالجوا ناس نفسيا بيكتبوا ازاي؟ بص على النوتس بتاعتها ما تذكر اللي انت بتعمله المشين مثلا، عارف اللي هو اللي يبص للبلاوي غيره وتقول عليه بلويته. اكشلي هو اكيد يعني عشان احنا بشر برضه، احنا بني ادمين على فكره، بيجري في دمنا عروق وفي دمنا عروق. دكتور انا دكتور بحب البيولوجي لا يعني ما احنا برضه بيحصل معانا حاجات اكيد بتضغطنا وتعبنا وكده. بس انا من ساعه ما بقيت بدرس سايكولوجي ودلوقتي طبعا المنتال هيلث كونسلنج وكده بتعلم حاجات بتفيدني، يعني بتعلم انا ليه حاسه كده، ليه اللي قدامي عمل التصرف الفلاني. ما طب دي ما تنفعش في ايجيبشن هاوس وولد خالص. ليه تيجي تقعدي قدام بابا ماما على فكره انت اسلوبك دوت غير حضاري. يا ربنا انا ماما تقول لك اقعدي خشي جوه خشي جوه اوضتك عشان ما تجيش حضاري دلوقتي. تقول لماما تخشي اوضتها. هم على طول يقولوا لي هو انت احنا بندفع فلوس عشان تتعلمي وتيجي تطلعي علينا يعني لو انت جاي تقري فينا. زي اللي هو المعلم الانجليزي عشان يتكلم انجليزي، انا جايبك عشان اوريك للناس اقول لهم بيتكلم انجليزي تتكلم معايا. هو الموضوع بيبقى صعب for sure بس فن برضو شوي ان انت تجرب عليهم. مش بجرب عليهم، انا غصب عني كده بقول لها انت عارفه انت بتعملي ان ده بروجكشن. ايوه اصل انا بعمل كده برضو. انت بتعملي ده اسمه ايوه ممكن على ايامهم بقى. ما دي البدعه اللي هم عاملينها مؤخرا، بدعه اسمها ايه التربيه الحديثه. لا مش بدعة، لا دي بدعة يابا. لا يا انا اللي اعرفه ان الواد لو ما اتضربش ما يتعلمش. لا 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 كده مش هسيب له كده تشايلد ابيوز. لا 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 كده انيمال ابيوز. انا ضد الضرب غير لو كان تسحب اللي قلته. لا لا عشان نوضح بس للناس وده اول سترايك معانا على القناه. عشان نوضح كلامنا، انا كده كده ضد الضرب تمام، عشان احنا شفنا حاجات معلم بها لربنا. الله ماما قاعده جماعه تعالوا نتكلم انجليش. لا اكشلي حد pointed out ان احنا مفروض نتكلم عربي specifically في الحلقة دي علشان ناس كتير هتستفاد منها كعربي. عشان لو ماما بتتفرج على ماما بتتفرج يعني عشان بس هتساعدوني. انا في شوية حاجات ما بعرفش اقولها حرفيا. يعني ايه projection بالعربي؟ ان انت
تحول الحاجة عليك. أنا جاي بقول لك مثلا أنا زعلان مثلا إن أنت مش بتكلمني، تروح ترد عليا ده أنت اللي على طول موبايلك مقفول، ده أنت اللي معرفش كذا، ده أنت تحول المشكلة. لو كنت مهتم كنت كلمتني. ده البروجكت وده الأمهات المصرية بارعين طبعا. أنت منطق مش هنا. لا بس أنا مش بتكلم على ماما سبيسيفيك، أنا بتكلم على أي حد كبير مصري. يوجوالي ده أسهل سلاح بيستخدمه، اسهل مال ادابتيف ديفنس ميكانيزم بيستخدموها. انهم يروحوا لك انت ما كنتش عارف وانت صغير احنا كنا بنتعامل معاك، كنا بنعمل معاك ايه. ده دي حاجه تانية غير البروجكشن، دي اللي هي بيسموها ايه، اللي انت يعني زي مانيبيوليشن، اللي هو بيدي سبب معين للحاجات اللي كانت بتحصل لك وانت صغير. احنا ما كناش على اهالينا طبعا، عشان ماما عشان ديسكليمر ماما احنا لا بجد. انا مش هبات بره البيت، انا عندي بيت في جونز سيتي موجر، انا راح ابات فيه. بس انت ممكن انا لازم امشي الحلقه. لا لا بجد، في للاسف جماعه يعني اللي هو الشباب اللي دلوقتي بقى في شبابنا في سننا يعني وهم صغيرين، مثلا يروح يقول لبابا انت او مامته انت كنت بتعمل معايا كده وانا صغير، انت ما كنتش عارف انت كنت طفل شيء قد ايه. احنا دي كان في مسلسل بتاع اسمه ايه بتاع مينا خليل اللي كان عندها ايه دي حاسه سبعه زيزي، خلي بالك من زيزي يا تقريبا اللي هو كان بيقول لهم ان هي عندها انا عندي مرض اسمه الاي دي اتش دي، فاللي انت كنت بنت مجنونه وانت صغيره. انت شقيه مش شقيه، هو انت سبب الشقيه خلاص. عشان كده موضوع الضرب ده يرجع لقله الوعي. يس قله الوعي وقله الحيله، ان هو ما عندهمش يعني موضوع الضرب ده. كان في حد بيتكلم في موضوع ان الاهالي بيضربوا عشان ما عندهمش اسلوب تاني يتعاملوا بيه غير الضرب. ما اعتقدش، انا اعتقد ان الموضوع ما بقاش اني مور قله حيله دلوقتي، في حيل كتير. لا مش كده، ما كانش على زمان يا بس لا يعني ما دلوقتي بقى في للاسف موضوع التربيه الحديثه. وكان بتفرج على ناس الكسر ده، خلينا نركز في الاجيال اللي جايه. في اجيال ما هي المشكله اللي باظوا هم اللي هيربوا دلوقتي. بس اتليست يعني دلوقتي ما فيش اكسكيوز، دلوقتي كل حاجه موجوده. زي ايه طيب؟ يعني ما فيش اكسكيوز ان انا مش عارف اروح مين يساعدني، ما اعرفش ايه. احنا مؤتمرات بنعمل، فيديوهات يوتيوب بنعمل، ما اعرفش كذا بنعمل، كل حاجه دلوقتي افيل، كتب موجوده. ما دي المشاكل اللي بتعمل، ما دي الفيديوهات والحاجات دي اللي بتعمل مشاكل. يعني مثلا كنت اتفرج على ناس بيتكلموا على موضوع، هي بقت ام تمام، فكان زمان لما مثلا لما طفل شقي او طفل عصبي زياده عن اللزوم يجي اهله يزعقوا فيه، كان اولاد صغيرين بيضربوا اهاليهم، اللي هي الريفلكس اللي هو يضرب على طول. فهي زمان كان بدل ما يعني ضربتني قلم هديك 13. فدلوقتي بقى زماننا في التربيه الحديثه يقول لك لا، انت القلم اللي ضربوك امسكي ايديه طبطبي عليه وقولي الايد دي ما تضربش ماما. مش ماما، مامي. مامي خليك ذوق قلم في الثاني الايدي متضربش حالك الايدي يا حرام. بعد الرابع بناخده ونرميه بره ونقفل الباب وكأن شايل. احنا خلفناش عيال، نجيب غيره بقى نجرب من الاول. ده ابن عوك خلاص. غير البروجكشن في تاني مال ادابتيف حاجات يعني نيجاتيف او حاجات مش صح الاهالي بيعملوها؟ يا تقريبا اكشلي انتي جو فيرست وانا هبقى اول واحده. لا انا مش حاسه ان انا خبيره ضريعه في الموضوع. انا مثلا حاجه تانية بلاحظها مثلا ان بيقللوا من قيمه مش ماي فاميلي، ام جاست سبيكينج ان جنرال، بيقللوا مثلا من قيمه شعورك، اللي هو طب ما احنا برضه كنا زمان كنا بن انتوا شفتوا ايه ده، انا زمان كنت بشيل مش عارف ايه واطلع. ده مش هيقلل من فكره ان انا برضه تعبان. انا كنت بمشي على رجليا 19000 صلك ثلاث جبال عشان اروح المدرسه. انا لا في جمله انا كنت بعوم تحت نهر النيل عشان يعني تقليل من قيمه. لا ومشكله بقى، تخيل هو مثلا تقول لك انا كنت بمشي على رجليا 20 كيلو عشان اوصل للمدرسه، فمامتها بقى انا كنت مش 40 كيلو ده بيعلوا على بعض بقى. اه حد يزود هنقفل الميزان. يا والله موضوع التربيه ده وجعني قوي. لا هو في بقى سبيكينج اوف، يعني في جمله بتبقى وحشه جدا، ومش شرط يكونوا بس الاهالي هم اللي بيقولوها، يعني اللي هو انتوا شفتوا ايه علشان تحسوا كذا، هو انتوا جيلكوا ده. لا 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 مش جيلكوا، انت شفت ايه مننا، انت شفتش مثلا بابا فلان وماما فلان بيتعاملوا معاه ازاي، او انت ما شفتش هم بيعملوا معاه ايه، احنا بنعمل معاكوا ايه. ده بالظبط، ده ما يقلش يعني مش عشان انت مثلا او انت او يعني again not talking about somebody but I'm talking general، مش عشان حد ما عملش ابنه مثلا بان هو كان بينيمه بالليل جعان او ما رمهوش في الزباله مثلا وهو صغير بيبي، انت كده اللي هو يعني انت وصلتني لمرحله حلوه اسمها ايه ادميه يعني اللي هو لا مش سوي، اللي هو انت خلتني بني ادم بس مش لسه انه ما وصلناش لمرحله السوي، بس لو كنت بتاكلني وتشربني ده ميك سنس. يعني اي اب وام المفروض بياكل ويشرب، فمش معنى كده ان خلاص ان this is
يعني انه كده انا بقى ليا كده انا عملت كل اللي عليا. لا هي النقطه كمان اللي كنت بقول عليها انه في حاجات يعني انا ممكن حاجه قد كده صغيره مثلا تضايقني وتعمل لي ازمه في حياتي yeah. مش شرط ان الحاجه دي هتضايق حد تاني. انا لما اروح احكي لحد مش شرط ان الحاجه دي هم يكونوا مروا بحاجه اصعب منها مثلا الحاجه دي اثرت عليهم, ده ما يقللش من تجربتي انا في شيء yeah. ما يقللش من جدعان انت عملت كده في حاجات بتوجعني بطريقه عارف اللي هي فكره اروح اشتكي لحد اروح اشتكي لحد على حاجه رجلي مهزه زي دي اروح اشتكي لحد على حاجه اقول مثلا دي مضايقاني ده انا حصل لي واحد اتنين يا عم دي وحشه قوي 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 دي اكشن كده احنا اساتذه في ان احنا نعلي على بعض في الوجع سو ماتش يس. او في حاجه بقى شبه ان انت تعلي عليا بس مش بتعلي عليا بتخليها ايكوال انا فاهمك ده انا حصل لي كذا كذا وسيبك بقى من الموضوع اللي انت عمال بتحكي لي فيه تعالى بقى اما احكي لك تجربتي انت انت جيت لي انت ما علتش عليا انما في نفس الوقت انت تجاهلتني انا كنت بقول لك على حاجه انا مش عايزك انا فاهم ان حلوه يعني مشاركه حلوه to some extent ان انا احس ان اللي قدامي اتليست فاهمني اللي هو اوكي انا كمان عديت بكذا انا حاسه متفهمه احساسك اوكي الاحتواء مهم لكن ما ينفعش تلغي زي ما انت بتقول انا جايه بحاجه اللي هو السبوت لايت ده يلزمني لا بعد اذن المشاعر انا محتاجه اتكلم عن مشكلتي يعني في حدود لكل حاجه لازم يكون في بالانس شويه. لو كمان الجماعه اللي انت تحكي له تحكي له احنا قلنا زي ما اتكلمنا على الموضوع معلش ده انا بكره كلمه إيه معلش لو قاعد احكي ساعه معلش. حصل لي واحد اتنين تلاتة وكنت تعبان ومتضايق معلش يا حياتي بقت احسن بكتير انا بقول ايه يا ابني الله على الكورس الجميل تقريبا هو احنا كلنا فاهمين ايه جاي دي جايه منين انا نفسي كنت اغنيها لا لا انا كل الموضوع ان انا ان انا قاعد احكي لحد حاجه او بتاع ويجي يقول لي طب معلش ربنا يعينك ربنا يخليك تعبتك معايا ابن ربنا ما يكتئبش يا نهار على الكلمه دي مش مهم بس سمعوك يعني كتر خيرهم الناس هيجي عليهم انت عارف هو طب انت هتتكلم طب ثواني طب كمل سامعك معلش تفتكر تكون الجمله دي بتتقال كلمه معلش حصل خير ومعلش ما تزعلش دي بتتقال ومش سامعين مش مركزين دي تبقى مصيبه ما اعتقدش تبقى مصيبه يعني كل حد معلشكم يا جماعه بيكون مش سامعكم بتقولوا ايه فبيترفع معلش ظروف انا بقى بتقفل قوي ممكن حاجه زي دي تخليني ما ارجعش احكي للشخص ده حاجه تاني ابدا لو انت بتمعلشني طيب طب هو بلوك لا مش درجه بلوك يعني بس هو خلاص انا هجيب منين بعد كده ثقه ان انا ارجع لنفس الشخصيه منها ان انا اصل ان الانسان يقرر ان هو يتكلم عن مشاعره دي او ان هو يقول حاجه مزعلاه دي مش حاجه سهله لا والله انا ممكن اتكلم مع اي حد في اي حاجه وانا كمان بصراحه كده انا احنا نقعد بس الكلام ونرجع فيه وانا كمان احنا كده مفتوحه خلينا نديب كده مش اي حد بنسمح لاي حد بتوخ يعني ان هو يعني هاف اكسس ان هو يشوف انت حاسس بايه ليه مو لا والله انا ممكن اي حد من الشارع انا استريحت لك يا حجوك تعالى اقول لك على لو انت قلت لي ازيك انا قلت لك الحمد لله طب احنا اصحاب تعالى احكي لك حاجه كلها لسه فلانة امبارح كلمتني انا نسيت حاجه مهمه جدا ايوه انا عامله لكم مفاجاه الله ممكن اطلع شنطتي حاجه حصريه تعال هي بتاعت اللوجو صح ايه جايبين البيزنس كارد عشان نروح نبقى اول مرضى عندها اوكي غمضوا عينيكم غمضوا انا ما تسد من اخي انا مش راح اطلع لك برفان اوكي دي هديه بسيطه كده هديه مش اي ميداليه دي هديه بسيطه كده الله عليها المستعان الله وعليها الكيو ار كود كيو ار كود ليه وفي واحده ثالثه كمان الكيو ار كود ده بياخد في واحده ثالثه ليه الكيو ار كود بيطلع على ايه طيب بيودينا ليه الكيو ار كود ار يو غانا كاتش ات اور بريك ات احدث What is it? الـ QR code علشان تحطوها في المفاتيح بتاعكم وكل ما تتكلموا مع الناس على البودكاست ومطلعين المفاتيح هتقولوا لهم ممكن تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل يا مسافة يا جماعة بعيط في الزاوية This is such a good idea أنا اللي عاملاها على فكرة Thank you. دي اكسترا يعني ده كمان ده غير ان الهدية اصلا حلوة انا اللي عاملاها فالمفروض ابريشيت انت قلت ما تدفعش فلوس انت قلت ما تدفعش فلوس في حاجة مش الحالة لو انت تدفعش بغيها احسن ده مش قصدي بس لو شفت حد فيكم ماشي من غيرها اخدها الحلقة هتتمسح نايف انا هعلقها في وداني كده سو دلوقتي جالنا سؤال من الجمهور من الكنترول دلوقتي حد بيقول انا استفدت ايه او يعني ما هو انت رايح تقول مشاكلك لحد ايوه
هيقولك معلش، ما هو مش ما فيش في ايده حاجه معلش. وهيروح يحكي لك مشاكله وانت هتقول له معلش. المعقول حلو يعني، ما هو خير الامور اوسطها، كل حاجه حلوه. سلام عليكم. يعني ايه برضه؟ سلام عليكم. يعني ايه يا شيخنا اشرح لي كويس انها ظبطت معايا من الاول. يعني اوكي انا مش عايزه حد يمعلشني، ومش عايزه حد برضو ياخد الموضوع عليه كله. الحلو حلو زي ما انا قلت من شويه، حلو ان احنا نتشارك اللي احس ان اللي قدامي فهمني، اللي هو في يعني they can comprehend and somewhat feel what I feel right. بس مش حلو ان هو you can't just disregard my feelings completely، او ان انت يعني خلينا نقول بالعربي ان انت ايوه عربي والنبي شويه تطنش خالص انا حاسه بايه وانا عندي مشاكل ايه، او تعلي عليا تتكلم عن او تاخد انت سوري او تاخد انت السبوت لايت زي ما انت بتقول. يعني هو الموضوع انا اللي جاي اشتكي لك فجاه تحول ان انا بسمع وما عنديش وقت يعني، او مش قادره اكسبرس. وعلى فكره عشان بس هي الموضوع الناس اللي بتعمل كده، عشان لو في حد عنده حد بيعمل معاه كده، هم مش بيكونوا قاصدين. هو ممكن الشخص اللي انا اخترت اتكلم معاه يكون هو كمان محتاج ان هو يفضفض او يتكلم، او جايز اللي انا حكيته triggered a memory عندهم triggered a feeling. بدل ما يحط وجع على وجع وبيمعلش، يعني ممكن الناس اللي بتختار تمعلش كده، ممكن الناس اللي بتختار ان هي تتكلم كمان، هي كمان تحكي اصلا انا كمان حصل لي كذا ومش عارف مين، ان هم كمان محتاجين حد يسمعهم. they got triggered وافتكروا حاجة معينة وحبوا يحكوها. so it's okay to some extent. لو الموضوع repetitive او الموضوع بيتكرر كتير قوي مع ساعتها يبقى انا لازم اختار. عشان كده مهم ان انا اعمل ايه اروح لمين. انا قلت فكرت اروح لمين someone professional okay or يعني yeah if I can independently do it. لمين the counselor. لو الموضوع كبير قوي انا مش عارف ان انا احله، لو اللي انا مثلا انا مش لاقي حد اتكلم معاه، او الناس طبيعي احنا كلنا going يعني كلنا بنمر بحاجات فيها في يومنا صعبة، كنا بنمر بظروف ما حدش يعرف عنها حاجة قوي او كده. فلو انا مش هقدر والناس اللي حواليا مش بروفيشنال، مش عارفوا يساعدوني بطريقة بروفيشنال، بالعكس ممكن يأذوني وممكن انا أأذيهم صح من غير ما هم مش بيتعاملوا، مش هيسمعوني ولا هيعرفوا يردوا بطريقة بروفيشنال. وارد جدا ان اما انا أأذيهم أتريجر ذم باللي انا بحكيه، او ان هم يأذوني بان هم ما عرفوش يحتوي الموضوع صح، او you offer a good solution. يبقى الحل هنا ان انا اعمل ايه، اروح لحد بروفيشنال. ولو صح؟ حد جاي يشتكي لك I would say اهم حاجة ان انت at least زي ما تقولي اللي هم don't dismiss it، واللي تقوله معلش وخلاص. وتاني حاجة ما تحاولش تجيب مشاكلك انت كمان في القعده وتقعد يعني ممكن. وقف نفسك no يعني ممكن يا تشير بس قصدي مش دي كل مره زي ما مريم بتقول لهم كل مره ده ما انا كمان ما اعرفش كذا كذا كذا، وعملت تحكي وتسيبك وتتجاهل الشخص اللي قدامك. هي حلوه ان انت توصل له ان انا حاسس بيك، بس مش لدرجه ان الموضوع بقى عليك انت تتجاهل اللي انت بتقوله خالص وبتدي احكي عن نفسك. المشاركه اتليست اسمع واسكت. يعني في ناس بيقول حتى مثلا في يعني لما يكون في عزاء او حاجه ما تحاولش تروح يعني تفورس قوي ان انت تعزي الشخص ده ما اعرفش كذا ده، اقعد اسمع واللي هو بي ريسبتيف والشخص بيعمل بيعيط قصادك وبتاع، ما تحاولش تسكته مثلا اللي هو خلاص ما فيش عياط وما اعرفش ايه والدنيا تمام. لا خليه يعيط، خليه يطلع اللي جواه، خليه يعيط. انت بتقوله ده عشان هو حلو قوي. يعني اوكي احنا كلنا عندنا توقعات من بعض صح. انا متوقع ان انا لما اروح لحكي لصاحبتي فلانه هترد عليا رد الفلاني. طب لو انا ما خدتش التوقع اللي انا عايزاه ده، حلو بقى هنا الكوميونيكيشن، وان انا افهم اللي قدامي محتاج ايه دلوقتي. يعني انا صحابي مختلفين صح. في واحده لما بتجيلي بمشكله هي محتاجه ان انا اسمعها، في واحدة طبعا انا بتكلم كماريا اللي هي بتدرس كونسلنج، يعني انتوا الكلام ده ما تعرفوهوش طبعا لما سمعت صحابي متخلفين سمعت اللي هو كملي تعالوا ما انا هقول لكم. يعني لا لازم الواحد يعرف مختلفين مش متخلفين مختلفين ده صحابنا بقى. لا لازم اعرف اللي قدامي محتاج ايه. في ناس بتحتاج اسمع بس، وفي ناس محتاجة نصيحة، وفي ناس محتاجة تشجيع. فلازم الانسان يبقى عارف يحتوي اللي قدامه مظبوط. يعني حاجة كمان بس انا كنت عايز اقولها عشان الموضوع ده للاسف هتكلم فيه جد، موضوع الاحتواء. لان جت فتره كده من كام سنه كان في حالات انتحار كتير بتحصل لناس كانوا الناس اللي حواليها بيقولوا ان هم كانوا عاديين، يعني ما كانش في حاجه بتوري ان هم مفيش سيمتومز تبين ان ده شخص تعبان قوي نفسيا. فلو كان اسمه اللي هو تري بتاع إلين دي جينرز ده تقريبا نور مش عارف ده مش عارف اللي هو كان اسمه الراجل الدي جي دوت. لان بتكلم عن اسم من مصر عادي، ناس كانوا عايشين في مصر وكده. لان حتى موضوع احنا بنتكلم على دلوقتي بنتكلم على المجتمع المصري عشان هو ما عندوش
الوعي الكفايه بموضوع الامراض النفسيه. فجت فتره طويله كان في ناس كتير للاسف ما بيفنتش لحد بالعربي مش بيروح يفنت لحد ما بيشتكيش لحد مش بيبوح عن مشاعره. ففجاه كده حد كان قاعد وسطنا في يوم ما بقاش موجود. ليه؟ ما حدش كان حاسس بيه، ما حدش كان واخد باله. فموضوع للاسف هو للاسف جد جدا، وموضوع ما فيهوش هزار، موضوع الاكتئاب والانتحار والكلام ده كله. فدي رساله ليكوا لو انت تعرف اي حد اكتب لنا في الكومنتس انت كلنا اسمك اكتب اسمك في الكومنتس هنجيبه. اوعى تكتب. لا دي حاجه، لا احنا لو بنستخدم اي حاجه عشان اعمل لنا شيء اعمل له منشن اعمل له. لا لا فورس نو سيريس. لو حد، لو انت تعرف حد بجد تعبان حاول تسمعه، حاول تسمعه اول حاجه. طب لو مش عارفين بقى ان حد، ما هي النقطه انت بتقولها دي حلوه، انا بقى مش عارف. لا ما هو في ناس مش بيبان عليها، عشان كده مهم قوي ان انا دايما ابقى as much as possible nice وكويس واعذر اللي قدامي، لان في ناس ممكن تكون في مرحله وحشه قوي نفسيا بس هم مش عارفين يساعدوا نفسهم واللي قدامهم مش عارفين ان هم في مرحله. في ناس على فكره ما بتكتئب بتهزر. دي تقدي يعني مش كل الناس يا مريم. لاحظ الكلام ده هو لو ابتدى ما تروحوش في الواحد يا جماعه لو سمحتوا. في حاجة نقطة برضو اتقلت لنا في حاجة برضو اتقلت لنا من وراء الكاميرا ان let's make it clear ان احنا مش بن attack مثلا الجنريشن الاكبر مننا الناس الاكبر مننا بابا ما الناس كده احنا لا بس seriously يعني احنا we appreciate everything they're doing طبعا ومبسوطين وايه ممتنين ليهم طبعا. هم عارفوا يطلعوا ناس كتير سويه، عارفوا يطلعوا ناس ان هم اتليست يعرفوا يتعلموا الحاجات دي. دي لوحدها مش فكره تعلم ومش تعلم، انا بتكلم على فكره انت كنا من شويه بنقول ان هم ما كانش عندهم الريسورسز اللي موجوده دلوقتي، بس على قد كده عرفوا يطلعوا ناس سويه كتير ما بوظوش المجتمع زي زمان اللي هو احنا عايشين فيه دلوقتي. ان في ناس كتير عندهم الريسورسز دي موجوده وعندهم 100,000 حاجة يعرفوا يعملوها وما بيعملوهاش لمجرد اللي هو احنا تربينا بطريقة الولد فاشن فانا هكملها كده. هم عارفوا طالما السوية خالص، بالعكس احنا بنقول هم احنا دورنا بقى طالما احنا عندنا النولج دي دلوقتي ان احنا نعرفها بقى نباسد اون ننشرها ونبقى احنا طالما خلاص. يعني حلوة قوي ان يعني دي حاجة حلوة ان احنا نبص كده كان في ايه قبلنا وانا دلوقتي انا مدرك. يعني ده مش معنى ان احنا بقينا مدركين الاختلاف ان احنا زعلانين ان الاجيال اللي قبلنا ما كانتش كده، بالعكس دي حاجه حلوه ان احنا ابريشيت او ان احنا احسن ان اني تايب او مش شرط. الفكره ان احنا انا ابريشيت عندنا دلوقتي ونعرف هنعمل بيه ايه بقى. انا كنت بقول لماما على طول انا بعد عمر طويل ان شاء الله لما اتجوز واخلف اكيد مش عارف اربي ابنائي، هجيب عيالي هم يتربوا هم يتربوا اكيد احنا. مش هن يعني هم ربنا مش عايزين نعمل رمون تاني. اهو هو اللي غلط. لا لا انا ما قلتش حاجه، انا قصدي على الرمون يا طنط. نو نو بس يعني يا اندرستاند في حاجات كتير احنا مهما حاولنا مش هنعرف نزرعها في اولادنا بالطريقه اللي اهالينا زرعوها فيه. مين هعرف يجيب كوكب زمرده خالص من دول؟ هيجيب ايه كوكب زمرده؟ كوكب زمرده على سبيس تون صغيرين. ايه زمرده كوكب الفتيات؟ ايوه لا انا الاغنيه بتاعته انا كنت بتفرج على بكار وعالم سمسم وبعدين بقيت بشوف ريا وسكينه على طول. الله ومن هنا عرفت ان لازم ادخل سايكولوجي. انا بكار لريا وسكينه انا حبي للسايكولوجي جبنا حاجتين. انا اتعاملت مع اشخاص اللي هو انتوا ازاي طلعتوا كده؟ انت ازاي كده؟ انت ازاي انسان في كل العبر دي يعني؟ فلو لا اضطريت ان انا محتاجة ادرس عشان افهم عشان ايه اشوف دي كانت حاجة يعني ان انا محتاجة تفسير للكائن الكائنات اللي حواليا. طب بعد دراستك حاجة هي ان انا بجد كنت حباها انجوش بخيال ان انا اعمل حاجة تاني. طب بعد دراستك دي الناس اللي انت بتقول عليهم ان هم غير سويين نفسيا بعد دراستك عرفت يعني استفدت ايه انك تعرف هما بيتعاملوا كده؟ استفدت ان انا بقيت مش زعلانه اني مور. لما حد بيعمل حاجه تضايقني ما بزعلش منهم اني مور، بتفهم بفهم الباك جراوند بتاعتهم هما جايين منين. اكيد بزعل اكيد، ما انا تاني في فاروق ايه في ده في ده مش راضيين مني. يعني اكيد برضو بتاثر وبزعل وبيصعب عليا ليه ومش ليه، بس بقيت متفهمه ليه اللي قدامي بيتصرف بالطريقه دي فبعذرهم. ولما حد اكيد بيسال for help you know now how to help. لما حد على فكره بقيت لا غير لا. سوي لا اكيد في ناس مال كل اللي بيروحوا للثيرابي دول لو حد يكون غير سوي لا هم كلهم احنا كلنا ماشي اسوياء غير لما حد يكون عنده طبعا impairment
يعني حد يكون عنده كوجنيتيف امبيرمنت دي حاجه تاني، اللي هو شخص هقول لك اللي هو شخص عنده اعاقه ذهنيه بتمنعه من ان هو يكون زينا كده، اللي هو فاهم حاضر. يعني حد مثلا عنده بيهلوس مثلا، ده حد عنده كوجنيتيف امبيرمنت، حد عنده طب الشخص النرجسي ديس اوردرز اللي هي لا النرجسي ده سوي، ولكن او يعني انت ممكن يكون انت مش قصدك سوي، ممكن تكون قصدك حد توكسيك او حد يعني مش 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 عنده الايموشنال ماتوريتي انف زي المرحله او عمره اللي هو المفروض يكون فيه. حد لا او ده برضه ده كوجنيشن امبيرمنت، اعاقه ذهنيه. لكن لا انت بتتكلم في حته سوي او مش سوي، اللي هو حد عنده امراض نفسيه. لا ما اعتقدش، لا في ناس ما عندهاش امراض نفسيه بس ستيل مش سوي. لا أوكي. يعني في ناس مش عندها امراض نفسيه بمعنى اللي هو يعني سكيزوفرينيا وما اعرفش كذا كذا كذا، بس ستيل يعني اللي هو عادي انسان بياكل ويشرب معانا وبتاع، بس اللي هو الامراض النفسيه بتبدا من اول ستريس. لو انا ستريس يبقى انا كده عندي مرض نفسي، ده مرض نفسي. انت جايبها من ورا قوي يا اسود. ايوه ده في حاجه ممكن اقل من كده كمان. يعني لا هو عادي الايموشنز ان انا زعلانه مثلا، بس ده مش مرض يعني. لا هو انت هو ده اكسبيرينس انت طبيعي. مبطنك بتوجعك مش بتقول انا مريض باللغه العربيه قوي يعني، بس مش بتقول انا تعبان عندي مرض في بطني كذا. اوكي اي سي وات يو سينج. هي نفس الفكره، احنا كلنا لو عارفين لما حد يقول احنا كلنا مرضى نفسيين. انا كنت اسالك كنت بيليش اللي هو احنا كلنا مرضى نفسيين. لا احنا فعلا كلنا مرضى، لان انا لو عندي شويه ستريس يبقى انا كده نفسيا مش نفسيتي مش كويسه مش متظبطه. لكن في زي ما انت كنت بتقول في سيفير illnesses زي مثلا بايبولر ديس اوردر، زي ايه تاني سكيزوفرينيا. شيزوفرينيا لكن الستريس نارسيسستيك بيهافير ده ماشي. النرجسيه مش سيفير قوي. طيب. هي خطر على الناس اللي حوالين النرجسي، بس هي مش سيفير. هي امباكت اوف ا تروما اور امباكت اوف سمثينج ذات دي وينت ثرو. لو حد عايز يعرف اكتر عن ليه why people act the way they do، ليه الناس بتعمل التصرفات اللي هي بتعملها دي، او ليه انا بحس حاجه او برياكتد ان سيرتن واي تو حاجه، في كتاب حلو قوي بسمعه دلوقتي، وايوه بسمعه مش بقراه علشان هو اوديو بوك على يوتيوب، اسمه What Happened to You by Oprah Winfrey. ده بيتكلم عن ليه الناس بتتصرف بالطريقه اللي بتتصرف بيها، عدوا بإيه، إزاي اللي أنا بعدي بيه في حياتي بيشكل شخصيتي. بس فهو الشخصية النرجسية هما مش ناس أشرار أو أي حد تاني. لا أنا أعرفه حتى يعني حتى في النرجسية أو غيرها من الأمراض النفسية اللي مش سيفير. يعني ما أعتقد الحاجات دي ممكن تتناتش داون، أو ما أعتقدش أنها تتعالج برسين، هي خلاص ما تبقاش موجودة خالص، بس هي تتناتش داون لو أنت بتبقى يتورنت أن أنت عارف أن أنت عندك النرجسية وعندك اي حاجه من الحاجات التانية ديت، فبتغير البيهيفير بتاعك. انت ذات نفسك لما تقفش نفسك ايه ده انا نرجست على حد دلوقتي. انا حاسس اني كنت نرجسي سيكا في نرجست معلش. ايه الترمينولوجي الجديده اللي طالعه؟ بنتكلمنا انجليزي مش عاجبينا نتكلم عربي. لا انا عايز اخد الحته دي في حاجه، لان دلوقتي برضو في زماننا ده للاسف الحته ان كلنا امراض نفسيين دي بتتاخد بطريقه وحشه. بتتاخد ب انا النهارده حاسس ان انا متضايق شويه، انا مريض نفسي، لو سمحتوا يا جماعه كلكم تتعاملوا معايا بطريقه مختلفه. الناس بتستغل ده يعني، الناس بتشوف نفسها حاجه تانية يعني مثلا تصعب على نفسها يعني وبتاع. انا متضايق شويه النهارده، انا شخص مكتئب لو سمحتوا خلي بالكم. ابعدوا عني طفوا النور ده وسيبوني انا في اوضتي شهرين. انا برده ما بحبش الشخصيات اللي هي بتأفور في كل حاجه دي. طب وليه بتأفور؟ ما هي بتأفور من وجهه نظر ليمون. ليه ما شخص مثلا اتنشن سيكر؟ لا ما انت حددت منين ان هو اتنشن سيكر؟ ما عارفين يعني. بس مش لا انت يا جماعه الناس اللي بتغير الواتساب ستاتس بتاعتها وتمسح الصوره وتحط اسود اللي هو ام اوف سوشيال ميديا رايت ناو كول مي في مين الحاجات دي يعني. يلا معلش في ناس كتير بتتفرج على اعتقد ان الرساله وصلت. احنا مش قصدين حاجه وحشه عليكم يا جماعه، احنا قصدين حاجه وحشه عليكم يا جماعه. انا من وجهه نظري انا كمريه يعني انا بديكوا انا دلوقتي شايفه ان فلانه بتأفور، بس هي مش شايفه ان هي بتأفور صح؟ فاهم قصدي؟ طب ما الشخص النرجسي مش شايف نفسه نرجسي؟
ده هو كده كده بيبقى صعب قوي على الناس ان هي تشوف هي يعني بتشوف اللي هو انت لو انت حاسه ايه او هي بتعمل كده ليه. يبقى اول خطوه السلف البيهافير اناليسس يعني ان الشخص يانالايز ذا سيلف ان هم يحللوا تصرفاتهم مش كومن قوي. أو يبقى المفروض ان يعني الواحد يكون رياليستيك مع نفسه واونست مع نفسه. مش هت يعني مش هجدج ماي سيلف ان انا مثلا وحش في الحاجه الفلانيه 1 2 3 4 انا مثلا بزعل بسرعه ايزلي افندد انا مثلا كذا ام نوت سينج اي ام ذس بس يعني الواحد اي اي جيت انجري ريلي كويك انا مثلا مش فلكسبل انا لما حد بيدي لي نصايح عارف عيوبي يعني حلو عشان اعرف اتعامل مع الناس اللي قدامي. اولا انا هريح نفسي انا هشوف انا هصلح من نفسي لو انا في حاجه بعملها غلط وهشوف اللي قدامي برده ان انا ابقى مريحه في التعامل الناس اللي قدامي. فحلو ان انا اكزامن ماي سيلف باستمرار راح دايما دي محتاجه سيلف كونشسنس مش موجود عند 90% من البنادمين. بس الفكره انت لو مش هتقدر تبقى vulnerable يعني مع نفسك يعني معرض للخطر مع نفسك يعني فاهم يعني معرض للخطر. انت لما تيجي تعرض حاجه للناس سواء مثلا حاجه like an episode like this انت you're putting yourself out you're vulnerable ممكن حد مثلا يجيب negative hurting comment feedback ما اعرفش ايه. انت لو مش هتعرف تبقى vulnerable مع نفسك يبقى انت كده يبقى كده في مشكله يعني انت ما حدش سمعك انت بتفكر مع نفسك. المفروض ان الواحد يكون عارف ان this is a safe space انت بتفكر مع نفسك مش حد من بره سمعك you know. فانت اكتر واحد تقدر تسمع نفسك ونوت جادج يور سيلف يعني بالظبط بالظبط. دي نقطه حلوه جدا ان انا اعترف ان انا عندي حاجه محتاجه اغيرها دي مش مشكله خالص لا عندي حاجه حلوه ده يعني لو بقولها اوت لاود يعني لو بقولها اوت لاود ساعتها ميك سنس ان انا اكون خايف اقولها اوت لاود عشان ما حدش مثلا يبص عليا بطريقه مختلفه يأتاك مي ما اعرفش كذا انما ده انا بقولها قدام نفسي رياليستيك وذ ماي سيلف. اكتر حاجه ممكن تبعدني عن شخص ان الشخصية اللي قدامي تكون مش مدركة مدى الأذى اللي هي بتعمله او ان هم ما عندهمش اي ادراك بهم بيغلطوا في ايه وده يبان في ايه على فكرة عارفين. وده هيدخلنا على الموضوع اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليه بتاع انما لسه بالحدود والباونتريز وكان ان الشخص اللي قدامي بيعتذر ولا ما بيعتذرش. دي حاجة حلوة قوي بتبين لي اللي قدامي مدرك انه بيغلط ولا مش مدرك عنده القابلية ان هو يغير من نفسه ويطور من نفسه ولا ما عندوش. مع الشخص اللي قدامي ما عندوش ده يبقى خلاص اوكي ما عنده قابلية انه يعتذر اساسا ولا لا ايه فكرة الاعتذار بس الاعتذار ده مش يعني it's nothing. انت شكلك ما بتعتذرش. لا 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 no, مش الاعتذار نفسه يعني اللي هو الاعتذار سهل but this is the thing اي حد ممكن يقول كلمه اسف انك بتعتذر ويمين لا لازم عارف يكون نزلت. مدرك yes. لا yeah. بالظبط مش اي حد yeah. لا مش اسف كده وخلاص اللي هو يعني رغم ان كلمه اسف دي برضه مع ناس ثانيه like with some people in general بتكون يعني برضه حتى reaching that point بيبقى صعب بس الناس في ناس المرحله اللي بعدها اللي هو reach اوكي هعرف اقول سوري بس I don't mean it اللي هو مش سوري عشان انت عايز تسمع لا ما هي بتبان yeah. انت بقى بتحكم اللي قدامي بيعتذر كده وخلاص ولا هم فعلا عارفين هم عملوا ايه حاسين بنفسهم ولا لا. لان الشخص اللي مش حاسس بنفسه بيبقى دايما مستعد ان هو يبوينت اوت الغلطات اللي فيا بس هم شايفين نفسهم ما بيغلطوش okay. فدي بتبقى حاجه مؤذيه جدا ان ازاي هتعامل مع حد بيشوف نفسه بيرفكت اول ذا تايم. فمهم ان احنا دايما ايه نexamine ourselves نعتذر فيش مشكله انا غلطت انا اسفه هصلح من نفسي. موضوع examine yourself دي يعني takes a long shot ان واحد كان دايما يقول لك عشان تعرف تحل المشكله انت 50% من المشوار انك ريلايز ان في مشكله اصلا yes. Yes. Yeah. وده مش هيحصل لو هو مش عارف غير كل فين وفين معايا مش كل حد انا مين مرايتي في الدنيا مين المرايه بتاعتي غير انا مين انا بتعامل مع مين في مين الناس اللي حواليا yeah. right. لازم الواحد يركز مع بس يكونوا ناس موثوق فيهم مش اي حد يجي يقول لي حاجه كده ده قالوا لي ان انا عندي كذا وكذا وكذا ده انا انسانه بشعه بس يعني انا لازم الواحد يكون يعني باصص للناس اللي قدامه ويدي مساحه للنقد يعني ده اللي انا عايزه yeah. من خلال ان انا اقبل النقد لا النقد البناء مش الهدام لا على فكره حتى الهدام مش بيأفكت البني الأفكت ده يرجع لك انت لا بالعكس ده في ناس كتير جدا موضوع النقد الهدام ده ده بيفرق مش لك ان هم عندهمش الوعي ان ده يعرف النقد اذا كان بناء ولا هدام انا قصدي انت اترمى عليك دلوقتي النقد سواء يعني سواء عشان يبنيك او يهدمك it's still your responsibility ان انت تاخد النقد ده
وتظبطه وتحطه sorting it out وكده. انت اللي في الاخر هتكون غلطان لو بقى اللي هو جرحت وتأذيت وما اعرفش ايه وهقعد في البيت وعيط وما اعرفش ايه قصت قال لي كذا. على فكره انت you're responsible. يعني حتى بيقولك مثلا ايه ممكن حد يكلمك بلغه انت مش فاهمها اصلا وعمال يزعق فيك ويشتم فيك وانت مش فاهم حاجه اوكي انا مش زعلان انا مش فاهم حاجه. فعشان كده الموضوع مش الكلام مش الشخص اللي بيتكلم هو الغلطان, الشخص اللي بيستقبل هو الغلطان. It's your responsibility. بس هي كمان لازم الواحد يركز هو لو في حد مش بيقبل النقد سواء بناء او هدان. يعني انا I see the point that you're saying انه انا ممكن اخد الحاجة وتبقى هما بينتقدوني علشان يهدوا مثلا مني او كده, بس انا حاول ده الحاجة كويسة. بس دي اصعب شوية, هو الصحي اكتر ان حد ان اقبل النقد اللي هو البناء اللي هو it's meant for good. بس اللي بيبقى خطر قوي بقى الشخص اللي ما بيقبلش اي نوع من النقد خالص. هو انا انا ما بغلطش انا ما بغلطش مش بس كده, اللي هو انا الشجره المتزقزقه اللي بتحتفل الناس بالحاجه. يعني ايه المتزقزقه دي؟ ده هو برضه الشجره المثمره. اوكي الشجره المثمره اللي الناس كلها بتكرهها, انا الشجره المثمره دي كلكم وحشين وانا ناجح وانا انجح. ده ريد فلاج, ده ريد فلاج اللي هو الشخص اللي هو انتوا كلكم بتكرهوا عشان احسن منكم. انتوا اصلا انا عارف ده بينتقدوني عشان انا الناجح اللي فيكم وانتوا كلكم بتغيروا مني بالظبط. لا دي حاجه خطره جدا. بس I want to go back to part of something you said اللي هو فكرة إن النقد الهدام يعني صعب إن أنت تأكسبت. بس أعتقد إن هو ده ممكن يبنيكي actually أكتر من النقد بيحتاج شخص قوي قوي عشان يقدر يعمل كده. Yeah. That goes back to what we were saying اللي هو فكرة it goes back to you. أنت المفروض تبقى قوي, أنت المفروض تبقى مستحمل, أنت المفروض تعرف يعني زي... بس ما حطش نفسي برضو تحت. يعني مش يعني اوقات بيبقى احيانا صحي ان انا اشوف دايرتي ودايما اراجع انا حواليا مين وبيقولوا ايه وبيكلموني ازاي وتصرفاتهم ايه عشان ما حطش نفسي تحت ضغط برضو. حاجة للأسف هنصف فيها ماما. للأسف زعلان قوي. لا بجد موضوع ماما عندها كده حتة وتقريبا كل امهات عندهم نفس الحتة دي. ابعد عن الشخص دوت عشان الشخص ده هيأذيك, او ابعد عن الشخص ده الفلان دوت عشان ده شخص مش حلو. فلان مستحيل اذاني اللي هو لا يا ماما ده صاحبي وحبيبي وما اعرفش ايه وبتاع. بعديها بيومين ثلاثه شوف لك بيحس قلب الام برده في حاجه مختلفه. فلان يا ماما ده عايز مستقبلي يبقى احسن. لف كده طيب وريني الخنجر المجروف في ظهرك. طب بس كده عشان في دم عكسي كده بمزح وراك بقى بالظبط. بس فلان الامهات عندها احنا بنجرب مش مشكله. لا بس والله برضو الأمهات يعني مهما كان حبهم لينا دوت برضو ده علاج نفسي لوحده. وبرضو كنا نتكلم عن موضوع أنا بقى بعمل حاجات كده عشان أعرف أنام عشان تصلح اللي أنت عملته. أيوة عشان أعرف شو أقول لك حلقة. أيوة بات في البيت بهدلنا الدنيا. خد يلا لم مايكاتك برا. لا ماما بتحبيني مش تعمل معايا كده. ماما بتحبيني أنا ما قلتش أنا اللي بحبها. أيوة لا بس فلا الأمهات يعني أقول لك فيها أمهات كده الباوندريز بحبها. عطي تجربة حلوة. عطي 10/10. I would recommend it to a friend. Friends كتيرة محتاجينها. Who needs it? A lot of people. Everyone actually. في ناس actually بتقول لك افتكرتك قلت من. I'm like excuse me who? لا من ومن كله. ايوه قلت ربنا احنا كرجالة ما عندناش boundaries. يعني المفروض يحوطونا اكتر من boundaries شوية. المفروض يبقى عندنا كده. انا استنيت تشتمني. انا ما اعتقدش انا بحاول اشوف انت بحاول توصل ليه. لو ايوه انا مستني. ايوه احنا كده يعني انا ما اعتقدش ان في حد يتقال عليه. ما اعتقدش ان في حد يتقال عليه يتقال عندنا ولا ما عندناش. عندنا باوندريز. اوكي المفروض نبني باوندريز. انا ما اعتقدش ان في حد ينفع. الحمد لله يا رب. فما اعرفش ما اعتقدش ان في حد ينفع يتقال عليه راجل اصلا من غير ما يكون عنده باوندريز. وات كايند اوف باوندريز؟ يعني انا الحاجه الفلانيه علاقه الذكوره او الانوثه بالباوندريز فهمني اكتر. انا هندخل بقى في الفيمينيزم مش الفيمينيزم وهيتسب عليا كلام. الرجوله اللي هي زي ما يعني انا وانا مش الرجوله مش الرجوله كميل وفيميل. الرجوله قوه يعني او شخصيه يعني مش اوكي هي يعني زي ما الوصيه بتقول كونوا رجالا. مش معنى كده ان كل الناس يكونوا رجاله. بس ما اعتقدش في حد ينفع يتقال عليه راجل او يعني شهم بشخصيه قويه من غير باوندريز. هو الباوندريز اللي انا كنت بفكر فيها اللي هي باوندريز اللي بتحميني وكده. فممكن يكون في معنى عشان كده بقول لك قصدك باوندريز. ايه قصدك ايه بباوندريز؟ يبقى راجل ذو اسمها ايه
لما يبقى عندي بس لك انا عايزك تحط الدوريه لودي مايكل زو خف الدم مبادئ مبادئ هي الكلمه دي اللي ما بقاش ما تبقاش راجل شهم او ما تبقاش راجل يعني زي ما انت كنت بتقول لو انت عندك مبادئ مش هي نفس الفكره يعني مثلا مبدا عندي مثلا ان انا مش هتخطى مش هشرب حاجه مثلا لا حدود حدود يعني حدود بمعنى اللي هو ما انا مش بحب الحاجه الفلانيه لو سمحت ما تعديش حدودك انا مش عايزك مثلا تسالني اسئله شخصيه انا مش عايزك مثلا تقعد تكرر حاجه انا قايلك عليها مش بحبها انا مش عايزك انا حاسه ان انت واخد الموضوع ده في جزء مش يعني اللي هو ان الرجاله تكون عندها باوندريز علشان خاطر يعني عشان خاطر هو يعني مش دوره حاسه ان انا يعني واصله اللي انت عايز تقوله شويه لا لا مش رجاله خالص عامه صح يا يا ان جنرال يا يعني okay. واحده بتقول لي مثلا بس انت بتقول ال 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 ما فيش راجل لو يعني لو مفيش شخص ما فيش يتقال عليه ما فيش شخص يتقال عليه في شيء من راجل يا ما فيش شخص يتقال عليه ان هو بني ادم سوي او بشخصيه قويه غير لما يكون عنده باوندريز هو يعني هو انا لو ما عنديش باوندريز انا كده بعرض نفسي بحط نفسي ات ريسك ان انا اضعف فبقيت يعني او مش اضعف ان الناس تبقى ملطشه يعني اي حد يدخل اي حد يطلع هي فكره الباوندريز دي كانت عايزه اتكلم عنها شويه اللي هي فكره ان انا بحمي نفسي من المجتمع اللي حواليا من الاشخاص اللي حواليا مش فكره ان هي مش حدود ورولز مش حدود ورولز وكده هي فكره في التعاملات خصوصا بقبل لحد ايه يعني مثلا ما اخليش حد مثلا يهزر معايا ويحاول يهزر في ان هو ما يحترمنيش طب ما دي حدود يعني دي مش بتحمي نفسك ما دي الحدود ما دي الباوندريز اللي بنتكلم عنها ما هو انت دلوقتي you said there are two different ones في الحدود اللي هي عشان احمي نفسي من المجتمع او التطفل الناس اللي يعني inflicting themselves upon me وفي حدود اللي هي عشان اضبط الدنيا يعني مثلا حدود اللي هو الشغل حدود الصداقه حدود اللي ما اعرفش ايه اللي هو مثلا ما تجيش تسالني انت بتاخد كام في الشهر ما تجيش تسالني انت بص يعني انا حاسه ان boundaries هي الباوندريز ايا كانت boundaries في ايه عشان ايه ايا كان يعني عشان احنا حاسه ان احنا كلنا on the same page بس كل حد فينا بيفكر في boundaries بالطريقه اللي هو محتاجها اوكي يعني فاهمين قصدي Yeah. يعني بنفكر في الباوندريز بقى انا محتاج اعمل باوندريز في ايه بالظبط عشان احمي نفسي ولا عشان الناس تريسبكت مي ولا عشان كذا في الاخر ايه باوندريز بالظبط هي كل حاجه وبنسب مختلفه يعني طب which ones do you want to talk about sorry to cut you انا بالنسبه لي عندي اي حاجه بس انا اللي كان في بالي عشان كده بيرجع بص احنا كلنا قلنا نفس الحاجه بس كل حد فينا فكر في حاجه تانية related to it انا الباوندريز اللي كانت في بالي لما when I say boundaries بفكر في علاقتي بالناس الباوندريز اللي بتحميني في علاقتي مع أصدقائي علاقتي مع ناس معايا في الخدمة علاقتي حتى مع even my family at home كده يعني باوندريز عامة تحميني أنا في العلاقات الاجتماعية طيب هاخد الحتة دي وألضمها بحاجة في البودكاست بتاعنا إيه؟ احنا عندنا سؤال مهم بنسأله كل الضيوف احنا ازاي نسيناه ما احنا نسيناه للأسف بس مش هم معادي يعني مش هزعل مننا اوكي جوهد انت هو هنريليت موضوع الباوندريز انت دلوقتي كمرية حاسه وات از ميسنج في موضوع الباوندريز اوكي اي سي وير يو جوينج وذ ذس واتس ميسنج في موضوع الباوندريز بالنسبه لي انا كمرية بالنسبه لك انت او في المجتمع اللي انت بتتعاملي معاه او حاجه باوندري انت لسه وركينج اون وي ار ستيل كونستراكتنج وعايزه تحطيه دلوقتي في حاجه انا دي شغال يعني حاجه بشتغل فيها على نفسي وهي ان انا لما اقرر انه او اكشلي حاجه انا اوريدي يعني حسنت فيها من نفسي كتير ان انا الاول كنت ممكن اشوف بشكل واضح جدا ان فلانه بتاذيني او يعني العلاقه الاجتماعيه دي سواء واتيفر ايا كانت هي مش صحيه بس ما يبقاش عندي الجرأة ان انا اواجه اللي قدامي ان انا احط حدود ان اوكي لا انتوا يعني حصل منكم التصرف الفلاني وانا دلوقتي خلاص يعني ان انا امشي بقى دي حاجه ما كانش عندي الجرأة ان انا اعمل كده بس دلوقتي بقيت بعرف اعمل كده شويه اكيد ريحت كتير يعني في مملكه مانس جدا بس واتس ميسنج بقى هو ان انا ما عادش ارجع الوم نفسي طب ما كنت اديهم فرصه كمان okay. طب ما كنت استنى شويه انت مجروحه من الموضوع دوت ففي ناس هنا موجوده لا لا مش الناس الموجوده دول طيبين دول على الحكايه دي خالص ما عملوش حاجه
بقى انا حلو موضوع ان انت تعرف ان الحد تأنيب ضمير يعني كنت يعني بتحس اللي هو بيصعب علي انا. اوكي انا شخص اوكي انا بعرف اكوميونيكيت قوي لما اكون عايزه, بعرف اوصل اللي جوايا, بعرف اكسبرس ماي سيلف. لا انا لما بحب, لما بكون لما بحب اعمل كده يعني بعرف انا عايزه دلوقتي اتكلم عن انا حسيت ايه وحصل ايه وكده, هعرف. فلما اللي قدامي مش بيعرف يعمل ده, او لما اللي قدامي مش غير ان هو مش بيعرف ان هو يعمل ده, لما اللي قدامي بيكون غير قابل ان هو يسمع الاكسبريشن بتاعي, او يعمل مثلا حد ممكن يعمل حاجه تخليني مش قادره اصلا ان انا اعاتب او اتكلم, او كل مره بتروحي تعاتبيه او تكلميه في حاجه بسيطه يكبر الموضوع ويأفور و... ممكن هي ليها اشكال كتير يعني, كل حد حسب بقى بتعامل مع مين. في حق في ناس تخليك ما تعرفش تتكلم تعاتب, في ناس ما تقبلش العتاب, وفي ناس ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها. فانت بتلاقي نفسك ان انت في ميسكوميونيكيشن, انت ولا عارف توصل اللي جواك, سواء السبب ده بحاجه انت حاسسها او حاجه من اللي قدامك مخليك مش عارف توصل اللي جواك, او ان اللي قدامك مش عارف يعبر كويس. فبيحصل ان احنا بيبقى خلاص احنا عاملين كده, فجاه بنعمل كده, خلاص احنا بقينا مش connected anymore, احنا not on the same page, we're not connected, we can't communicate. فبيحصل طبعا بعد بقى وقت طويل قوي وعفرة كتير قوي بتضطر ان انت خلاص بتمشي. فانا now I learned how to do it sooner than I used to. بس بعد ما بعملها بعد بس بعد ما بعملها مش هقنب نفسي, بس اللي هو ايه بزعل, انا بفتقد قوي يعني. ما فيش حد فينا بيتعرف على ناس وبيكون عايز يخسرهم اكيد. لا انا اعرف ناس كتير عايز اخسرها. اسمعني يعني بتبقى اول ما انت بتتعرف على ناس بتبقى انت مبسوط وعايز يعني, لا انت شايف ان اوكي احنا اور جود فريندز, ما تبقاش بتفكر في اليوم اللي هتمشي فيه, وما تبقاش انت والشخص ده صحاب انيمور. او لما بتقابل بوتنشال سمون اكيد مش بتفكر في اليوم اللي هتبقى خلاص ازاي هنخسر بعد, اكيد مش بنتفنن غير لو حد دراماتيك زي شويه. الموتة دي انا متها الموتة بتتحسن كده كتير يعني. يا ترى النهايه المره دي تبقى عامله ازاي؟ مش بنعمل كده مخنا. ليه ساعات انا بعمل كده؟ يعني في جزء مننا اللي هو بيبقى جواه شويه مخاوف من 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 حاجات حصلت قبل كده, بيفكر في الجزء ده. اللي هو مثلا لما تيجي تتعرف على حد مثلا وتحس ان هو شخص طيب او شخص كويس, انت هتموتني ازاي؟ انت هتعملي سكينه بقى. انا اعتقد انت بتموتني, هتكون حنين عليا. ده مستحيل, ده مستحيل. لا يعني لما بتعرف على ناس بتبقى بالعكس بتفكر في الحاجه الحلوه. الله انا عايزه اوصل لكذا, عايزه اعمل كذا. الشخص خلاص بتتخيل البني ادمين دول في حياتك, جايز زي ما انت قلت جزء صغير بيفكر في النهايه البائسه, بيحط احتمال يعني, بس مش ده اللي احنا بنبقى عايزينه. فبعد ما ال relationship بتأنت, بعد ما انت بتعمل بقى ال boundary عشان to protect yourself وت أنا أنس أكيد بتبقى زعلان. yeah. طب do you think it's a good idea ان انت to lower your boundaries؟ لا, lower my boundaries على حسب ما هو. على فكرة ممكن ناس تحط lower my standards never. I mean lower standards less boundaries. lower my my standards yeah. never. boundaries of course طبعا يعني لازم الواحده واحده اصلا بتقل معاها. مش قصدي على boundaries بالمعنى ده, انا قصدي ان هو طب ما عادي, طب lower my expectations يعني. ممكن expectations standards حاجه. لا لا, لو مثلا شخص he doesn't meet the expectations او مش ده الصاحب اللي انا احبه قوي, بس يعني هو يمشي ما يمشي يعني. اوكي okay. I feel like it depends. ما هو احنا أو يعني احنا اوقات ما احنا مش بنتخيل الناس ويجي لنا, احنا مش بنفتح ميني وكده, انا عايز الشخص الفلاني بالمواصفات الفلانيه باللون الشعر الفلاني بالطيبه, وحن انا مش هلاقي كل اللي انا عايزاه في شخص سواء صديق او شريك حياه. انا اصلا مش بعمل it's not build your own customizing, it's not customizing, you can't customize a partner, you can't customize a friend, but what you can do is يعني ان انت ايه تبتدي تقيم هقبل ايه ومش هقبل ايه. يعني في حاجات ممكن اقول لا انا مستحيل اقبل ان انا اصاحب حد بيعمل الحاجه الفلانيه او ارتبط بشخص فيه العيب الفلاني, بس بعدين ممكن العيب ده يكون موجود او الستاندرد ده يكون مش موجود, بس في قصاده حاجات تانية تعوض ده. ميك سنس. ودايما كان الجملة الشهيرة بتاعت انت الشخص اللي هترتبط بيها او صاحبك بتاخده على عيبه
او انت الشخص اللي ترتبط بيه انت تشوف العيوب دي هتمشي معاك ولا لا، مش هنقعد نغير في الناس. Actually remember انت قلت حاجه في حلقه كنت لسه بسمعها تاني بتقول انت you're walking into a relationship seeing what could go wrong or what's bad in somebody مش what's good in somebody، يعني ايه اللي هقدر اتعايش معاه right you're saying yeah. ايه اللي هقدر اتعايش معاه مش ايه اللي انا عاجبني في الشخص. يعني حلو كده كده الناس كتير فيها حاجات حلوه المهم ايه عيوبهم بقى، ايه عيوبهم بقى اللي مش عارف اتعامل معاها. زي بالظبط اللي بيروح يشتري حاجه اونلاين، طبعا مع فارق المثل يعني whatever they say بس يعني you go to the bad reviews، المفروض logically انت تروح للريفيوز الوحشه عشان تشوف ايه اللي ضايقهم، مش انت the product is amazing ده ما اعرفش كذا كذا يعني. So to answer your question more clearly I wouldn't lower my standards، مش هقلل يعني standards بال يعني مش هقلل اللي انا عايزاه، مش هقلل standards بتاعتي. however مهم ان انا اكون open to adjusting those standards. تمام. لازم الواحد يتعلم ان هو يمشي نفسه في كل حاجه في حياته، يعني مش كل حاجه انا عايزاها هتجيلي بالظبط، مش الدراسه اللي انا عايزاها هتجيلي بالملي، الشغل اللي انا عايزاه مش هيجيلي هو بالظبط اللي انا عايزاه، البارتنر مش هيجي بالظبط اللي انا عايزاه، فريندز اند سو اون. فلازم الواحد يتعلم هيقبل ايه ومش هيقبل ايه وري اسس كده كونتينيوسلي عشان اشوف انا ماشيه صح ولا لا انا كده بتنازل وبخسر. الله يمسك بالخير يا عماد، كنا بنتكلم في الموضوع دوت لما قلنا انت الواحد لما يخش داخل على ريليشن شيب او داخل على علاقه جديده بيبقى المفروض عارف هو عايز ايه ومش عايز ايه. Yeah. عشان كده وي ريكومند ان انت لو مصاحبتش صاحب كتير لا 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 انت كده بتضيع الشباب مننا تعالوا ارجعوا ارجعوا في خليل كوميدي واقف ورايا عمال نازلين ضحك احنا ايه اللي خلانا نجيبهم معلش مش عارفه غلطت عمري شبط انا بتكلم كده جدا معلش كده في ناس وبعدين مش يوقفوا يستنوا الضحك اضحك معاهم لا سيبونا انا هنا احنا بعد ما خلص الحلقه دي هيقعدوا بقى يسفوا علينا كمان حبه حلوين عادي ولا اي ولا اي حد فيهم معلش قبل كده حد فيهم ايه معلش قبل كده معلشني قبل كده اكيد معلشين في الكاميرا دلوقتي انا بقى معلش معلش ليكم دلتني انا ممكن انا نفسي اكيد معلشت حد قبل كده هي جت علينا كلنا اكيد فتره كده معلشنا حد ما مش ناقصه لا بس صحابي جدعين صحابي جدعين يا بخت يا بخت الاصحاب كم واحده فيهم جدع وكم كلهم جدعين حبايبي لا لا انا برضه بقى معلش صح مش بمعلش صح مش كلهم يعني في منهم كده واحد اتنين كده اللي هو ولا تعرفنيش اصل انت ممكن تقعد تدي حلول وتتكلم وتعمل في الاخر تلاقيهم برضه اللي هو طب معلش بقى هنعمل ايه نفس الغباء بيحصل تاني مش عايز اتخلف انت بتعرف نفسك على فكره بيمعلشوني انت فكرتني بجرح دلوقتي قديم لما بقع في نفس الغلطه دي قوليها دلوقتي وهنزل لك موسيقى حزينه ميوزك حزينه ونحط ابيض واسود الباك جراوند صحابي عندي واحده صاحبتي مش هقول اسمها اقول لا 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 قولي عادي بجد مش عملت ايه مش عايز تفضحي حد لا لا مفيش بديها ولا حاجه ما بيسمع بس انا بخاف اصلا يعني لما بعمل حاجه المفروض ما اعملهاش بخاف ارجع لاصحابي اقول لهم عشان بعرف انهم مش هيمعلشوني وما بيعملوا حاجه اخطر بكتير لا 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 هم بيهنوني يعني اللي هو طب ما احنا قلنا لك احنا في شلتنا احنا معتمدين الفكره دي محدش بيروح يقول لحد انت اللي عملته غلط عشان مفيش حد يعني كلنا متخلفين عشان كلنا كلنا بنغلط كلنا بنغلط كده كده كلنا بنغلط ايكولي اللي هو لا تعيرني ولا عيرك الهم طايلني وطايلك احنا مفيش حاجه فينا كده لو احنا كلنا لازم على سواسيه ما المفروض ان احنا نستنى طب اللي بعد يعني لازم الابتسامه الاخيره دي عشان لا لا خلاص كانت حلقه مطوله ولطيفه لا بجد يعني لما انا استمتعنا بيها اتكلمنا عن كم حاجه لطيفه كده واي ثينك فيري انفورماتيف يعني لا فيري فيري انفورماتيف يعني رغم ان هي ممكن تكون سيريس شويه بس هي واز امبورتنت يعني في حاجه كتيره اتكلمنا عليها كانت مهمه يعني وي نيد تو هير فدي رسالتنا ليكم في اخر الحلقه لو انت شخص عندك مشاكل نفسيه روح تعالج ما تعرفناش اكتب لنا في الكومنتس واعمل شير اعمل نفسك ماشي في الكومنتس تحت عايزه تقول اي حاجه للكاميرا لا عايزه اقول لكم انتوا ثانك يو جايز فور هافينج مي از يور جيست يعني اند تراستينج مي وذ ذس وانا اتبسطت يعني واز ا ريلي نايس اكسبيرينس نفسي الفنانه امينه خليل قوي وانا قاعده ورا لا لا احنا فرحنا بجد وجبت لنا هدايا انت اول حد لا في ناس جابوا لنا هدايا بس مش هدايا مش من كده مش حلو قوي زي طبعا ويعني كده ايه ليها معنى مش طقفه مش طقفه مش فيري اكزاكتلي بالظبط مش بحب اتكلم عن نفسي كتير بس اي هوب يو جايز انجوي ده كانت حلقه لطيفه بجد احنا اتكلمنا عن حاجات مهمه بما فيها التربيه عشان احنا حقيقي في ناس كتير مش متربيه ولد الجمهور
بتاعنا يا ولد محتاجه تتربى ربوا ولادك يا جماعه بالله عليكم ليه بتهتموا بالشوبينج اكتر من تربيه ولادكم بالظبط انا مش ناقص اعرف بصراحه ما لو تربيهمش يطلع على اهلينا احنا ما تجيبهمش مش ناقص اعرف لا لا بجد يعني ربوا عيالكم يا جدعان عشان ما نربهمش احنا ولو انتوا احتاجتوا مساعده في التربيه ماريا از لايف كوتش انا اكتشفت بعد كل ده ان ماريا لايف كوتش يعني نيوتريشنست يعني متاكلك ايوه يا جماعه انا هبطل اصلح المعلومه انا نيوتريشنست بقول لك ايه لو حد سالك مش المتابع المصري يحط عليك اي ليبل لا خلاص انا ادبت انا لو حد سالك انت ايه يا ماريا قول له دكتوره واسكتي مش ناقص راجل انا اقعد نحكي له مش عارفه انا ليه حد لاقي حد يقول له دكتور نفساني واقول له لا ما سواء التاكسي بتقلب مش مهندس شايف انا اتكلمت بي اتش دي كوري جدي تو ال اتش دي ام اي في علم النفس اتش سي بي اس سي بي زفرة زفرة سي بي اس مش عارفين نقفلها عمالين نوز حد عايز اي حاجه عايز ثانيه بس الشباب كان بيضحك مش عايزين ولا اي حاجه الشباب كان بيضحك معانا ده عايزين ولا اي حاجه في المايك ولا حاجه ليك حلقه ليك حلقه ليك يوم بس فيا جماعه دلوقتي ده وقت مناسب ان انتوا لو ما اتفرجتوش على الحلقه اللي فاتت تروح تتفرجوا عليها لو استنونا في الحلقات الجايه قول جمله تنزل بص على المصادر بص على المصادر شوت اوت للدحيح لو بيتفرج علينا يا خير يا فيو الدحيح يتفرج علينا ما تحلمش كتير ممكن على فكره انا هوصي كل الناس هعمل له منشن بس عملوا لنا 5 ستار على سبوتيفاي عشان كله مزعج زي كل مره ايه ده اول مره احنا نقولها من غير ما هو انا كنت مستني اقولها بس قلت بقى افتكرت المره دي ام براود وتاني شاوت اوت للمامهات اللي قعدوا معانا كل دوت يعني نشكركم شكرا على استحمالكم لينا السنين وشكرا ان هم ربونا اصلا ده حاجه حلوه ربنا يستر لما حد يخلص هنشوف ايه اللي هيحصل بس وشكرا